طبعا بالبطل الاولمبي والمشروع قومي للمواهب، وما شاء الله حصد 18 ميداليه في دوره نيروبي الاخيره او البطوله الاخيره، وفي طبعا رفع الاثقال، وايضا منتخب الناشئين اللي فاز بدوره شمال افريقيا وتاهل الى امم افريقيا. الف مبروك يا دكتور. الو، مع حضرتك ببارك لك على طبعا الانجازات. طبعا الله يبارك فيك. والحقيقه يمكن في جهد علمي كبير جدا بدأناه من 2018 في كل انواع الرياضه الحقيقه، ومن اهم هذه الجهود طبعا اخراج مشروع قومي الموهبه والناشئين والبطل الاولمبي. وبعدين طبعا كان في مجموعه من الدراسات، يعني اكتشفنا ان في سن اصغر في موهبه حركيه يمكن اكتشافها. الحقيقه عملنا مشروع جديد اسمه مشروع قومي الموهبه الحركيه. نعم. دي كلها تراكمات ربطناها بمستهدفات الاولمبيكس، لان في الحقيقه كل 4 سنين بيكون المحك الاساسي هو دوره الالعاب الاولمبيه في عدد الميداليات. وحددنا عدد الرياضات اللي احنا بنبنيها في المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي والناشئين. والحقيقه متسلحين بالعلم، احنا دخلنا مجال الجينوم ودراسه تحليل المواهب وانتقائها من خلال الجينوم في الالعاب الفرديه، وعملنا يعني برامج متعدده اللي بيها المشروع القومي بدا يطلع الحمد لله نتائج على المستوى الافريقي والدولي في قطاعات الناشئين في الفتره الحاليه. تمام. مستهدف طبعا في الاولمبياد لوس انجلوس 28 هيكون في مجموعه في بعض الرياضات هتخرج محك الاحتكاك وقد تصل الى ميداليه. وان شاء الله 32 هيكون في يعني ارقام مطلقه في هذه النتائج. ان شاء الله يا دكتور. نروح بقى للملف اللي بفضل الله تبنيناه سويا يعني منذ يمكن نهاية شهر 6، فيما يتعلق بحجم مواقع المراهنات اللي بتؤرق الشباب يعني بتمثل ضغط رهيب جدا على شباب مصر. ماذا تم في هذا الأمر فيما يتعلق بهذه القضية، وخصوصا أن حضرتك النهاردة أصدرت بيان من وزارة الشباب بهذا الموضوع؟ اولا انا بشكرك، لان رساله الاعلام مجسده في اللي حضرتك عملته هو اكتشاف موضوع قد تصل الى قضيه، قد تصل الى قضيه يعني تختلف عن ثقافتنا او مش في الاتجاه الرياضي، وبعدين تبدا تبحث فيها وتحللها وتنشرها وتعرضها قدام المسؤولين. دي رساله اعلام مهمه جدا، وحضرتك يعني فعلا انت من شهر 6 فتحت هذا الموضوع وتواصلنا مع حضرتك وقلت لحضرتك اكيد صحيح احنا هندرس هذا الموضوع بشكل جيد جدا مش بشكل سطحي. وبشكر حضرتك على احترامك ل يعني طلبنا وطلبي، ان احنا الاول قبل ما نتكلم مع حضرتك لازم نكون دارسين. الحقيقه بدانا من الفتره ديت خدنا كل اجراءاتنا مع بشكل حكومي مش بشكل وزارة الشباب والرياضة بس، مع كل الأجهزة المعنية في الدولة المصرية. نعم. وكمان يمكن مع وزارة الاتصالات المصرية، وتطرقنا بشكل كامل على ازاي نعمل كنترول الأول على المستوى المحلي. وطبعا في سما مفتوحة أو اي كلاود على المستوى الدولي، ده قد يكون يعني محدش ليه او ارتباطات بالتزامات مؤسسات دوليه متعارضه او رعايه ديت مش هتكون على مستوى اي دوله من الدول المحليه بتمنع هذا النشاط هيكون مرتبط. لكن الحقيقه احنا خدنا خطوات كبيره جدا سواء للمحاسبه او للعقاب لكل من يرتبط بهذا النشاط على المستوى الداخلي في الرياضه. واحنا عملنا ده، ويمكن اخرجنا يعني بعض المنتجات الحاسمه بهذا الشأن. وايضا طبعا حضرتك اديت فتره وبعدين رجعت تاني اتكلمت، طيب احنا عايزين نتائج، ودي شيء شيء محترم جدا على اعتبار انك انت بدات هذا الموضوع، وقد يكون تداول في اصلا المجال. لكن طبعا من خلال المتحدث الرسمي يعني بشكل برضه اسيرتيف او حاسم موضوع احنا بنوسع الاستثمار بشكل كبير
وزارة الشباب والرياضة، ولدينا قدرة اقتصادية في الاستثمار، والرياضة دلوقتي بقت عالية جدا جدا. كمان يعني وزارة الشباب والرياضة بتساعد على جذب الاستثمار ونشر الحقيقة إنشار شركات الخدمات الرياضية، لكن عندنا قواعد ومعايير وحوكمة طبعا حاسمة لنوعية الشركات، وكمان بيكون في لجان بتخرج تشوف الشركة وأدواتها، وكمان يعني الجزء الآخر مرتبط بالقطاع الاستثماري وإشهارها قبل ما ندي أي أبروفد ليها، وبالتالي نعم فينا نفي جازم ومرتبط بالديو ديليجنس كمان نافي الجهالة بشأن وزارة الشباب والرياضة إن هي تمنح أي شركة لها نشاط من بعيد أو من قريب هذا العمل. يعني ما عندهاش أي ترخيص يا دكتور؟ لا يوجد، لأن هناك لجنة حوكمة كبيرة جدا في الوزارة بعد اللجان الفنية، أنا يعني بحسم هذا الموضوع مع حضرتك، أيوه لأنشطة هذه الشركات وكمان مقرها، وعندنا مجموعة من المعايير، وعملنا لها كمان نظام دقيقة بني، يعني في نظام عالي الدقة والكواليتي بتاعنا، فننفي هذا العمل. طب متى يا دكتور أشرف، أنا آسف لمقاطعة حضرتك، متى يعني نرى النتائج الإيجابية الحقيقية بحجم هذه المواقع، سواء الشركة اللي أعلنت إن هي واخدة ترخيص والكلام ده كله، ومحمد زيدان اللاعب السابق عمل لها ترويج، أو حتى الشركات الأخرى الأجنبية زي ما كنت اتكلمت مع حضرتك هاتفيا اللي بتظهر هنا ويمكن لدينا القدرة على حجبها زي ما دول كتيرة حجبتها من عندها؟ بص، على المستوى المحلي احنا الموضوع ده حاسم مفيش، وكمان احنا مع اجهزه مختلفه في الدوله يعني متطرقين لهذا الموضوع بشكل حاسم وقوي. كويس. على المستوى الدولي في الانترناشنال شركات قد تكون متعاقده يعني متعاقده او في حقوق ما بينهم وبين بعض، كمان على شكل يعني التكنولوجي والنشر وهكذا، يعني في حاجات على المستوى الفني يمكن حجبها، وفي حاجات على المستوى الفني انت ما عندكش كنترول عليها، بدليل يعني حتى لما اجي اقول في السوشيال ميديا زي الفيسبوك، انت ممكن يبقى بعض المواقع ما تقدرش الا لما تبعت للاصل الشركه وهي اللي تقول هحجب ولا مش هحجب، يعني في التزامات دولية لهذا الموضوع. طب ما ناخد خبرات الدول اللي حجبت يا دكتور أشرف، ما ناخد خبرات الدول، لأنه أنا أوكي الشركة الأخيرة دي اللي عن الله زيدان دي أوكي حاجة بتقول مش موجودة وما خدش تصريح والكلام ده كله، نستطيع أن نسيطر. مفيش طبعا موجودة ممتاز. عندنا هذا الموضوع. هناك الموضوع دول أخرى بقى كان عندها والإعلان. السيطرة، هناك دول أخرى يا دكتور أشرف كان عندها القدرة. نتعاون من خلال الأجهزة بتاعتنا، ونتعاون من خلال يعني سواء شركات الاتصالات او كذا، وده شغال او عاملينه دلوقتي، وكمان مرتبطين ده ب يعني جهات التحقيق المعنيه من خلال لانه يا دكتور برضو عايز اقول لحضرتك حاجه 70